السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفه من وصفات طبخ ليلى. ان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم طريقه تحضير حلوى بدون فران. هاد الحلوه سهله بزاف، ما كتاخذش الوقت كثير. كنتمنى انها تنال اعجابكم. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. عندي تقريبا 200 غرام ديال الشوكولاط ابيض ذوبته في حمام مريم. عندي لي فخوي كونفي مركز او حليب مركز محلى، و 100 غرام ديال الكوك او جوز الهند يكون مطحون. دابا غادي نبداو في طريقه التحضير. النصيحه اللي ممكن نعطيكم على الشوكولاط ابيض، حيت الاكثريه ما تيبغيش يذوب ليهم، هو تيكون هاد جوج الانواع، واحد تيكون بيض بزاف وواحد تيكون صفر شويه. هاد الصفر شويه ما تيتعجن ما تيذوبش مزيان، ماشي بحال هاد البيض هو اللي كيعطينا هاد النتيجه. دابا غادي ناخذ هاد المول ديال السيليكون اللي على هاد الشكل، ممكن تاخذوا اي شكل عندكم متوفر. غادي نخوي شويه ديال الشوكولاط ابيض، تقريبا واحد معلقه صغيره غادي نخويها فيهم. غادي ناخذ معلقه وغادي نبدا ندير هكا باش تسرح الشوكولاط في المول كامل. بالزربه باش كاع ما يكرم لينا او ما يقصحش لينا الشوكولاط. دابا من بعد ما كملتهم كاملين غادي نحيدهم بحال هكا وغادي نقلبهم بهذه الطريقه. غادي نخليهم حتى كيخرج منهم هذوك الزوائد عاد باش كندوزو نعمرهم. غادي نقلبها دابا. غادي ناخذ هذه المرقه ونبدا نطف في هذا الشناب. صافي دابا غادي ندخلها للثلاجه حتى كيكرم لينا مزيان، عاد باش كنخرجو كندوزو نوجدو العقده ديال الكوك. كناخد الكوك كنزيد عليه الفواكه المعسله، كنزيد عليه الحليب المركز، وغادي نبدا نجمع بايدي. حتى كتشكل ليا على شكل عجينه، عاد باش كنحبس من ما كنبقاش نزيد الحليب المركز. صافي دابا من بعد ما جمعت ليا العجينه غادي نخليها لما يجمد ليا الشوكولاط. دابا من بعد ما جبدات جمد الشوكولاط غادي ناخذوا العقده ديال الكوك، غادي نشكلها كويرات صغار، غادي نديرها هنا الوسط نعمر بها هاد القوالب اللي عندي. نخلي واحد شويه فين غادي نزيد مازال الشوكولاط البيض. من بعد ما كملت التعمار غادي ناخذ الشوكولاط البيض وغادي نديرو من الفوق. دابا غادي نحيد الزوائد اللي بقى ليا ديال الشوكولاط،
وغادي ندخلها للثلاجه حتى كيجمد مزيان باش كنخرجوا باش نحيدو من المول. دابا من بعد ما جمدوا حيدتهم من المول ديالهم كنحيدهم بهذه الطريقه تيجيو ساهلين. كناخذ موس وكنقيهم الا كانت شي حاجه خارجه. دابا غادي نخليهم في الثلاجه على ما ندوب شويه ديال الناباج ونخلطو مع شي ملون اللون اللي كتبغيو. دابا خديت الناباج ذوبته مع شويه ديال الماء، غادي نزيد عليه هاد النكهه ديال البيستاج. غادي نخويها في هاد الجيب الحلواني، شكون عنده بحال هكا يكون صغير باش كاع ما يدي علينا فوق الشوكولاط كامل. نسد الطعبه بايدي. دابا كناخد الشوكولاط وكنبدا نخوي بشويه بشويه. هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انها تعجبكم. هي ساهله وما فيهاش مقادير كثيره. ممكن انكم تعوضوا الناباج بالكونفيتير تذوبوه مع شويه ديال الماء وتحطوه هنايا. كنتمنى هذه الوصفه تنال اعجابكم ولعجبكم الوصفات ديالي. ما تنساوش ابوناو في قناه الطبخ ليلى باش يوصلكم دائما الجديد، ونتلاقاو ان شاء الله في حلقات قادمه.